السلام عليكم. من الأمور اللي تنقص الإنسان كثرة حديثه عن نفسه وثناءه عليها بأمور مرات فيه ومرات ما هي فيه، إذا فيه فهو عيبها، وإذا ما هو فيه فقد ادعى شيئا ليس عنده، ومن يدعي شيئا ليس عنده كلابس ثوب زور. من الأمور اللي تنقص الإنسان تشكيكه في كلام كل شخص يكلمه ويحادثه. من الأمور اللي تنقص في الإنسان شعوره بالاستغناء عن الآخرين وأنه مستقل بذاته معتمد عليها وليس في حاجة لأحد من خلق الله، فالناس كلهم في حاجة بعضهم ما زالهم حيين في هذه الدنيا. من الأمور اللي تنقص في الإنسان اعتداده برأيه وأفكاره، ويعتبر كل نقد جائر وكل نقد انتقاص له وكل نقد يضربه ويأثر فيه. في حقيقة الأمر هذا النقد بكل أحوال هو زيادة لك، هو زيادة في رصيدك، فهو إما أن يوجهك لتعديل أو يلفت انتباهك لقصور أو يجعلك بعد المراجعة تتأكد اللي فعلته هو أحسن شيء كان بالإمكان فعله. وربما أنك تسمع النقد وانت تعلم أن اللي أمامك بعض المعطيات خافية عليه فتقول هو معذور، فيكون عندك أريحية. من الأمور اللي تنقص الإنسان تجهمه، دائم متجهل، دائم وجهه فيه نوع من الجفوة، ما عنده تسامح مع الآخرين ولا ابتسامة ولا انشراح لخلق الله، فيحسون الناس هذا فيه بلاء، ومع الوقت يحتقرونه ويزدرونه وهو يظن أنهم يجلونه ويقدرونه. مرات الإنسان يظن أنه في جهوة، في حقيقة الأمر في تجنب، فيتوهم أن تجنب الناس له أنه لعظمته ولكبريائه ولقدره، وفي حقيقة الأمر هو تجنب وما حد يبي يحتك فيه. ما في هزين من التواضع يكملك، ما في هزين من الكرم يكملك، ما في هزين من قبول النصيحة يجملك ويكملك، ما فيه أجمل من الابتسامة مكياج للوجه، ما فيه مثل السكينة عطر يجده ويلامسه من يجالسك ويراك، ما فيه أجمل من الطمأنينة تبثها في نفسك وفي أنفس الخائفين من حولك. وفي عالم مضطرب اليوم الجميع فيه يشعر بعدم الأمان، ما فيه أجمل من كلمة طيبة ترد فيها حتى على من أساء فيشعر بالخجل أنه أساء لك وأنك ما تستحق، حتى ولو كابر في لحظتها وجلس مع نفسه قال والله فلان كبير خجلني ما رد علي أو حقرني أو قال، ثم يقول والله أنا اللي خطيت عليه. ولو كابر هاليوم مسيره مع طول الزمن هذه المعادلة إنها لازم تكون صحيحة في نهاية المطاف، حتى لو ما أقر في لحظتها، حتى لو كابر العمر كله، هذه المعادلة صحيحة. النقص إذا جاريت في خلق سفيها فأنت ومن تجاريه سواء، لكن بقدر ما ترتفع بنفسك وتكون متواضع أنت بخير. ولكن بقدر ما ترتفع بنفسك أنت بخير.